وابر. كم مواطن اسعار بزاف متفاعه اخو بزاف، كيما البطاطا كيما الطماطم كيما الجلبانه القرنون، هذه بزاف غالي اخو، ما كاش كيفاش يعيش واحد يكون متوسط ما يقدرش يعيش، يعني سيتو يكون يخلص 2 ملايين و100 ولا يخلص 6 ملايين ما يقدرش، باسكو علاه؟ يروح غير في الاسعار، في الاسعار تاع هذا المستهلك اللي راهو لا مترفع بزاف 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 الاسعار، وخلي اللحم بيضاء، خلي اللحم حمراء، باسكو راهي غاليه بزاف، دوكا كل العواشر يجوا يترفعوا الاسعار. اثرت فينا بيان سور، حنا الدولار اثرت فينا، وعلاش اثرت فينا؟ باسكو لي بري زادوا وحنا ما حبيناش نزيدوا، لا لي بري كاع زادوا، او تاو الحق رمضان كلش زاد، بصح حنا رانا في لي بري تاعنا في النورمال ما نجيبوش نزيدوا، او تاو انا كيما انتم حبستها كاع باسكو زادت بزاف حبستها. راهي فوضى في أسواق الجملة، أسواق الجملة ماهيش منظمة، هذا هو الإشكال وراه، الإشكال الرئيسي، باش الناس تكون على بالها برك، هذا واش كاين، خاطر السلعة هذه اللي نجيبوها احنا تتباع زوج خطرات ثلاثة في سوق الجملة باش نشروها احنا، هذاك لا مش تاع الربح، اللي ندوه حنايا من عند المنتج ديريكت للمستهلك، يدوه ثلاثة ولا أربعة من الناس، واحد يدي 1000 فرنك والآخر يدي 2000 والآخر 3000، يطلعوا لي بري. هذا هو الاشكال تاع الغلا. هاك الميكرو اضرب معاك، يبيع غالي دبو دب هنا، هاك ايه نقصوا بزاف الغلا، الغلا الناس سي نورمال، اللي يكون يدي عليك 2 كيلو زروبيه يشري عليك رطل، الناس ولات تشري بالحبه، ما عندهاش الناس الله غالب، سيتو ملي دخلنا هذه العفسه تاع التقشف وهذه المشاكل، الناس ولات قيس قيس، هم يشموا ما همش ياكلوا، هذه تجوزها. اصبر اش يقنع لازم نعرف انه هنالك عده عوامل اقتصاديه من بينها تدني قيمه الدينار، نساوش بلي في السنتين الاخيرتين لحقت نسبه 30% تدني قيمه الدينار، زد على ذلك بعض الرسوم الخفيفه التي ظهرت في قانون الماليه 2016 وايضا في قانون الماليه 2017، ولكن المشكل الكبير الذي وقع فيه يعني المستهلك هي المضاربه، هي المضاربه والجشع يعني والاحتكار للاسف الشديد، لما نشوفوا منتوجات محليه يعني تصل يعني اثمانها اضعاف ما هو منتج من طرف الفلاح ومن طرف المصنع، هذه امور يعني تدخل في اطار المضاربه، وعليه نحن نشوف بانه هنالك بعض الاليات التي لابد ان تفعل وبدات تتفعل يعني ميدانيا لاجل القضاء على مثل هذه الظواهر، ولكن يعني جميع المتدخلين كانوا فلاحين كانوا صناعيين كانوا مستوردين هم اللي يمكن أن يكونوا سببا في إنشاء مثل هذه العمليات، وعلى رأسها العمل الإلزامي بالفوترة أو الوصول التجارية، وكذلك كتابة يعني خاصة في الوصول التجارية بالنسبة للفلاحين أو الحرفيين أثمان المبيعات تاعهم.